طبخنا درجة أولى، ولهذا لو رخيص بألف دينار، معون حمص بألف دينار، معون حمص وثلاث صمونايات. الرخص يجي العالم وعلى الجودة. كثير تجي العمال، خصوصا عمال الصبة وما ذا. بالثلاثة بالليل. الحمص للتسعة. أي بعدين الظهر عندنا تمن ومرق. بالنسبة للحمص أكلة شعبية وأكلة بيها سعرات حرارية والشتوية، ويجون عليها العمال أزيد شيء لأن شغلهم شوية صعب وكذا، يعني تنطيهم طاقة حرارية وتنطيهم شغلات أنه يستفادون منه. نخلي عصب، نخلي دهن، شغلات يستفادون منه العمال والكسبة يجون يأكلون عندنا. الماعون بلف يتناول جميع يعني الناس، كل من يجي ياكل بالالف عافيه، يعني ما نقصر معه. ازيد شيء عمال، ازيد موظفين تجينا من جميع الطبقات تجينا، والحمد لله ورزق على الله، والله مسهل لنا والحمد لله والشكر. انا اجي دائما اكل حمص، عنده حمص طيب ورخيص وبالف دينار الماعون. نعم. وصمون لا تحسب ايش قاعد تريد، وخذ مفتوح الصمون. جو بارد فاي عائلك لا الصبح على مود ايش اسمه يعني حمص برمات شريبه سوالف من الصبح طيبه. اي نعم هاي طيبه من الصبح الا ايام البرد. والصبح نجي النوبات يعني نتريق. رخيص معهم بالف دينار حمص برمه، ويعني اسعارهم رخيصه ومطعم نظيف. اي والله المعون والله بالف دينار. اي والله اي والله زين رخيص. العمال هاي يومين الصبح تجي تاخذ. اي العمال هسه انت يمكن شفتهم العمال الكسبه كلها تجي الصبح.